السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة الغية، معاكم أخوكم عماد حمدي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الكلفة. الكلفة دي طبعا شيء مهم جدا بالنسبة للحمام، يعني بمعنى أصح هي زي ما بيقولوا مربط الفرس، سواء لصحة الحمام أو للأمراض. طبعا احنا من كام يوم قلنا ان لازم خصوصا بعد المطرة، في الفيديو بتاع المطرة اللي حصل في المطرة، يكون عندك كلفة احتياطي. يعني مثلا لو انت بتستخدم مثلا باستيلا او جردل او اي حاجة، يبقى في اتنين دايما باستمرار في احتياطي مليان، بحيث انت حصل المطرة، حصل بسبب كورونا، اي حاجة ما قدرتش تنزل تشتري، ما ينفعش يجي عليك وقت ان انت تأكل الحمام وما تلاقيش كلفة، علشان كده بقى في احتياطي. طبعا انا ما ينفعش اقول لكم حاجه وما اعملهاش، فجيت اجيب الاحتياطي ما لقيتش من الكلفه اللي انا بجيبها، لقيت كلفه نوع تاني من الراجل اللي انا بجيب منه. في كلفه الدره الصفراء بتاعتها رفيعه كويسه، وساعات بيلاقي الدره الصفراء كبيره الحمام ما بيرضاش ياكلها. طيب دلوقتي انا اتاخرت اسبوع ان انا اجيب الكلفه اللي انا بجيبها، الاحتياطي اللي احنا اتفقنا عليها، فاضطريت ان انا اجيب من الكلفه اللي هي الصفرة الكبيرة شوية. طب هعمل ايه؟ ايه العمل؟ لان اي حد معرض للكلام دوت، المغزى من الكلام ان انت لما ما تلاقيش الكلفة اللي انت عايزها ما تقعدش فاضي، هات كلفة نوع تاني مثلا، حتى لو كان جودتها اقل شوية، بس المهم ان الحمام يلاقي حاجة ياكلها. طب انا اتصرفت ازاي؟ تعالوا نشوف اتصرفت ازاي. ادي الجردلين اللي احنا بنحط فيهم الكلفة، ده الاساسي وده الاحتياطي. طبعا انا بقالي اسبوع ففضيت من الاحتياطي في الاساسي، لاني ما كنتش لاقي الكلفة الكويسة اللي انا بجيبها. طبعا زي ما انت شايفين الملح ده لازم في الكلفة على طول، فاضطريت طبعا ان انا اجيب من الكلفة الموجودة قدامي، لاني ما اقدرش اتأخر اكتر من كده، ما اضمنش الظروف، ممكن يجي عليا يوم ما لقاهاش، خصوصا ان دخل علينا رمضان. كل سنة وانتم طيبين. فالتجار بتوع الكلفة بيشتغلوا في البلح دلوقتي، ده الكلام اللي قاله لي التاجر اللي انا بشتري منه. زي ما انتوا شايفين الكلفة دي، الفرق بين دي ودي، دي الدورة الصفرة صغيرة، شايفين الدورة الصفرة عاملة ازاي؟ صغيرة، الحمام بياكلها ما بيهدرهاش، وده اهم حاجة طبعا عشان ما تخسرش كلفة. دي الدورة الصفرة كبيرة شوية زي ما انتوا شايفين، فدي طبعا في بعض حمام بيقوم يرميها، فطبعا تهدير الكلفة ده شيء مش كويس. طبعا دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ ايه الحل عشان نطلع من الموضوع دوت؟ هبدأ اخلط الكلفة الجديدة بالقديمة، بحيث ان الحمام ما يلاقيش الدورة الصفرة كلها قدامه مرة واحدة فيبدأ يرمي فيها. لكن لما تبقى حباية حباية كده، يعني واحدة صفرة كبيرة واحدة صغيرة، العملية هتمشي معاه. طبعا زي ما انتوا شايفين هفضي نص هنا ونص هنا. اهم حاجه زي ما قلنا ان الواحد ما يعطلش، يعني ما بيكون عندك دره حتى لو يعني مستواها مش قد كده، احسن ما يكون ما فيش عندك خالص، لان زنقه الدره دي، زنقه الكلفه، يعني اكيد انتم مجربينها، حاجه صعبه لما يجي عليك وقت تاكل الحمام وما تلاقيش كلفه عندك لاي سبب، حتى لو كنت نسيت بقى، يعني اي سبب ان كان. فطبعا احنا كل اللي بنعمله ان احنا بندي تحذيرات، بحيث ان الواحد دايما ما يعطلش، يعني مش عايزين ولا الحمام يتعب. الحمام طبعا لو جاع المرض بيجيله على طول، فمش عايزين حاجة تحصل للحمام. كل احنا كلامنا في قناة الغية بحيث ان انت تبقى بتنتج حمام باستمرار بإذن الله. طبعا زي ما انتوا شايفين هقلب النوعين ببعض، وبكده كله بيتخلط في قلب بعضه. زي ما قلنا الحمام مش هيلاقي الدورة صفرة مرة واحدة، فهيعرف ياكل كل حاجة. دي الاحتياطي، دي الكبيرة. طبعا انا بملاها، يعني هي بتشيل اكتر من 10 كيلو، دول 10 كيلو، 10 كيلو هنا وعشرة كيلو هنا، بشتغل بعشرة كيلو ولما يخلصوا بنقل العشرة كيلو التانيين. زي ما قلنا ان احنا بنخلي، يعني لما بتجيب جديد بتخلي الجديد هو الاحتياطي، بحيث ان القديم دايما تطلعه للحمام، علشان ما يقعدش يتركي المرة ورا التانية ويسوس والكلام دوت. طبعا انا برضو بساعد مع الكلفة، يعني مش ما بتبقاش زي ما هي. طبعا
طبعا اهم حاجة بتتحط للكلفة هو الملح. اي نوع ملح؟ ملح الطعام ده العادي لازم الملح، الملح طبعا لان الحمام يعني سبحان الله الحاجات دي ما فيهاش املاح، الكلفة بتاعت الحمام ما فيهاش املاح، فلازم ملح خارجي عشان يعوضهم عن الاملاح اللي هي بتبقى ناقصة في الكلفة. ده بخلاف ان هو ما بيخليش اي حاجة تيجي في الكلفة زي سوس او اي حاجة من الحشرات اللي بتيجي في الكلفة هيمنعها باذن الله كلها. زائد الحمام دايما محتاج ملح، قلة الملح دي وحشة على الحمام، تلاقي الحصى طالع ضعيف زي البلاستيك كده طري، فلازم طبعا الملح زي ما انتوا شايفين. كنا عاملين فيديو قبل كده هسيبه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف فيه مكونات الكلفة بالتفصيل لو انت بقى عايز تعملها على ايدك مكون مكون. طبعا لازم الكلفة بيكون فيها كل حاجة، قمح وذرة صفرا وذرة عويجة او صيفي وبسلة، وساعات بيكون فيها حمص، وانا طبعا بزود عليها اضافات من عندي، بزود الفول زي ما انتوا شايفين فول الحمام بالفول الرفيعة. دي اهم حاجة ان الفولة تكون رفيعة عشان الحمام ياكلها، لان الفولة الكبيرة ما بيعرفش ياكلها. طبعا الفول بيدي الحمام قوة وصحة، يعني ما تقولش ان الحمام هيتقل ولا الكلام ده كله، لا بالعكس ده كل ده صحة للحمام. وبرضو الكمية ما بتبقاش كبيرة، ده غير الفول ايه بقى، بضيف العدس. دايما انا بعمل خلطة عدس اصفر وعدس بجبة وعليهم رز. طبعا الحاجات دي يعني انت مش لازم تجيب حاجة غالية، يعني اي نوع رخيص مش مشكلة، يعني المهم ان هم ياخدوا المكونات دي. الحمام لما بياخد المكونات دي كلها باذن الله بتخلي ان هو صحته شديدة، بتخلي انتاج مستمر، بتخلي المرض يبعد. مفيش مرض طالما هو صحته كويسة. المرض بيجي منين؟ ان الحمام صحته ضعيفة مفيش مناعة. طبعا المكونات الغذائية دي كلها بتقوي المناعة من غير انت ما تضطر انك تدي ادوية. زي بالنسبة للإنسان لما يقول لك خد فيتامين سي يعني برتقان مثلا، انت مش محتاج أدوية، لكن لو ما خدتش وبقى عندك نقص مناعة هتضطر انك تاخد أدوية. فالمكونات دي كلها لما بتكون على بعض انت مش محتاج أي أدوية بعد كده، لأن طالما مناعة الفرد قوية مش هيحصل له حاجة بإذن الله. واهم حاجة ان الحصلة ما تفضاش، يعني يجوع لكن ما تفضاش، يعني يجوع وياكل في معاده لكن ما يطبقش يومين ما كلش، هتلاقي المرض راح داخل عليه على طول. كده الخلطة بقت جاهزة. طبعا انا بعد كده في الاخر بحط شوية ملح على الوش وبسيبها، دي بقفلها لما اجي اطلعها. التانية بخلط الملح ده على الوش بس، يعني بحيث ان انا كل ما اجي اخد الملح يقوم نازل على المرحلة اللي بعدها. دي انا هقفلها، دي خلاص دي تقعد احتياطي كده علشان ما يجيلهاش سوس ولا اي حاجة. دي زي ما انتوا شايفين خلط الملح مش فيه كله، عشان الملح لو خلطته فيه كله هيقوم نازل تحت خالص في الجردل، لكن انا بخلطه حتة صغيرة اللي على الوش دي بحيث يقوم ينزل على المرحلة اللي بعدها، كل ما ياخد ينزل على المرحلة اللي بعدها باستمرار. زي ما انتوا شايفين الملح يبقى موجود في ايديا، لكن لو قلبته جامد هتلاقي الملح نزل تحت خالص. طبعا زي ما انتوا شفتوا لما نخلط الكلفة هتبقى ان هي كويسة، وان انت بتدي عليها اضافات، وزي ما قلنا ان الاضافات ديت هي اللي بتدي صحة للحمام، هي اللي مش هتخلي فيه امراض. يعني بدل ما اقعد اعمل لك فيديوهات على علاجات الحمام، طب ما اعمل لك فيديوهات على صحة الحمام انه ما يتعبش اساسا، وده افضل. في النهاية اتمنى يكون الكل استفاد. تحياتي لكم جميعا من قناة الغية، اخوكم عماد حمدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.